لم تكتفي دكتورة ميرفت بالمناصب، إنما سعيت إلى تطوير قدراتك. عدت إلى الجامعة وحصلت على الماجستير في الصحة العامة وفي سلامة الغذاء، سافرت إلى بريطانيا وحصلت على ماجستير ثانية في إدارة المشاريع، تزوجت أثناءها وأنجبت وتحملت مشاق التنقل مسافات يوميا بين الجامعة والبيت. كيف استطعت التوفيق بين كل هذه المسؤوليات، ومن أين كان يأتيك الحافز للنجاح؟ أنا بدي أبلش من الآخر، الحافز يعني الدعم بالبداية، يمكن هو دائما الحافز الرئيسي لأي قرار بدك تتخذيه أو بدك تكملي فيه. يعني في المرحلة الأولى في الماجستير الأولاني صراحة كان في دعم أسري كتير إلي، وبناء عليها أنا قدرت أكمل. في مرحلة معينة من الوظيفة وكان نصيحة أحد المسؤولين أنا ذاك بأمانة عمان بعد ما تعرضت لهذا الضغوط، حكى لي أقرأي، فوجدت أنه فعلا القراءة كتير جميلة، لكن أنا أخذتها من منطلق آخر، أني أدرس في مجال تحصلي على دبلومات وشهادة، نعم، ويكون إشي مميز إلي ويعطيني بصمة مميزة عن غيري. لما أنا أجلس وأتحدث معهم أكون فعلا أتحدث بإشي مميز لا يستطيعون التحدث به. بدي أجلس مع أقراني أو مع زملائي، بدي أكون متميزة عنهم في قدرتي في اتخاذ القرار، أتميز بقدرتي بإعطاء المعلومة، قدرتي بحل المشكلة. وجدت أنه فعلاً العلم هو كان الحل الوحيد إلي صراحة حتى أتميز وأتغلب عليهم كمان في هذا الموضوع. كيف وفقت بين وجمعت بين كل تلك المسؤوليات؟ السؤال اللي تركتيه ثانياً. نعم، صراحة هو سؤال صعب. موضوع إدارة الوقت صراحة مش سهلة. بنفس الوقت بدي يكون في مهام تتوزع، يعني تتوزع بيني وبين زوجي، وصراحة كان متعاون جداً 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 بدعمي. يعني أكيد كنت في مرحلة معينة بدي أكون مقصرة في جزء معين، لكن صراحة هو دعمني وسامحني في هذا التقصير في جزئيات معينة. اثنين، والدي، أي شيء بدك يا إحنا مستعدين نساعدك، نجيب لك الأولاد من المدرسة، نوديهم على المدرسة، نساعدك في أمك، تساعدني في طبخة، أربي لك الأولاد، أساعدك بأي شيء بدك يا، المهم أنك تكملي، ما تحكي لا للعلم. يعني والدي بحب العلم جدا ووالدتي، فكانوا دائما شغوفين انهم يحفزوني دائما اني اتعلم. هلا اداره الوقت، وين اوزع المهام اللي ممكن يكون حدا بديل عني فيها؟ في بعض المهام ممكن انا ما اقوم فيها، اعطيها لاي شخص اخر مثلا يساعدني، والدي، والدتي، اخواتي، زوجي. ما اهدر وقتي نهائي، خلاص في وقت للعائله، في وقت للشغل، في وقت للدراسه، في وقت للنوم، في وقت للعلاقات الاجتماعيه. كنت شوي منظمه، يعني على راي زوجي في وقت من معين كان يحكي لي زي الماكينه، زي الاله، يعني هي اداره الوقت بس.